بجد يا جماعة، معجون الأسنان والنشا فرق معايا جدا، وأنا ندمت بجد إن أنا معرفتوش في عملية التبييض الفور في أي منطقة بقى أنت عايزاها، في الوجه، في منطقة العانة، في منطقة حساسة، كلها بجد بجد الوصفة دي فرقت معايا جدا، وأنا ندمت بجد إن أنا مجربتهاش قبل كده خالص. فأتمنى إنكم تجربوها واتبعوا الفيديو للآخر طبعا عشان فيه تفاصيل مهمة، وهنعمل قبل الوصفة دي مقشر. لازم بصوا يا جماعة، اللي يقول لكم أنا هعمل لكم وصفة على طول تبيض لكم الدنيا فورا وللأبد يبقى كذاب، وتبقى كذابة ليه؟ لازم قبل الوصفة دي تعمل لكم مقشر، لازم. أنا عملت كده، حتى بسميه تونر، اسمه تونر تنظيف. كل ده هقوله في الفيديو، ما تستعجلوش، خليكم بس معايا وتابعوني للآخر. أتمنى بس الناس الجديدة تعمل اشتراك للقناة وتدعمنا وتعمل لايك للفيديو، عايزين نوصله لأكتر ناس ونعمل أكتر لايكات. يلا بينا نخش في الوصفة على طول. يا ريت بس اللي مش مفعل الجرس يا جماعة يفعله، يا ريت. يعني أول حاجة هيبقى معانا حاجة اسمها تونر. ايه التونر؟ قلتلك انك حضرتك عشان تنضفي أي منطقة يضحك عليكي أو تضحك عليكي، اللي تقولك نعمل مثلا نحط نشا على معجون أسنان على طول، غلط غلط خالص. لازم نعمل ايه؟ مقشر. هنا بقى بنسميه تونر. وبجد لو انتي عارفة وصفة تانية بتبيض الدنيا مثلا غير معجون أسنان والنشا وما عملتيش مقشر، أنصحك تعملي المقشر ده اللي هقولك عليه دلوقتي، تمام؟ طيب نبتدي نقول التونر ده بيتكون من ايه. التونر ده هيبقى بيتكون من ماء ورد وخل أبيض. ايوه يا جماعه، هو بس اتنين، بس مكونين اتنين والاتنين ميه كمان. هقول لكم ازاي دلوقتي بنستخدمهم والكميه بتاعتهم. يبقى قبل الوصفه لازم ايه؟ تونر، بنسميه احنا تونر للتبييض. هنعمل ايه؟ هناخد معلقتين من ماء الورد، هنضعهم هنا وهنضيف عليهم خل. الخل اللي هنضيفه مش هيبقى كتير، هنضيف بالظبط نقطتين من الخل. اهو ده ماء ورد اهو يا جماعة، اي نوع ماء ورد على فكرة، ده ريحته رهيبة كمان، يعني ريحته جميلة جدا جدا ليكي. زي ما انتوا شايفين كده اهو، هضيف حاجة يعني معلقتين، تعتبر كده معلقتين اهو ماء ورد، وهضيف عليه الخل بتاعه. الخل يا جماعه ما تكتريش منه، هو بس. بص انا حطيت نقطتين ثلاثه بس، كفايه كده، نخليهم هنا عشان يبقوا جنب الايه؟ المقشر، وفاكرينهم بالظبط، تمام. نخلي مكونات الوصفه دي بعيده شويه اهي. دول كده المقشر. هعمل ايه بقى؟ هبتدي استخدمهم ازاي؟ اول حاجه الاتنين مع بعض اهو، بصوا ميه، تمام، نرجهم شويه. الاتنين مع بعض تقدري تحفظيهم في التلاجة لفتره، مفيش في منهم اي مشكله. طيب هعمل ايه بقى؟ استخدمهم ازاي؟ هتجيبي قطنه، تمام، وبعد ما تجيبي قطنه هتبليها من المكونات دي اهي كده، وبعدين تدعكي على البشره، تمام، وتسيبيها على وشك بقى على اي منطقه انت عايزاها لحد ما تنشف. حتى ريحتها يا جماعه رهيبه، والمكونين دول مع بعض تونر رهيب جدا جدا في التبييض. انصحك اي وصفه بتعملها تانية، في مقشرات تانية كتير جدا، بس دي من افضل المقشرات اللي ممكن تستخدمها في حياتك، فانصحك انك تستخدميها وتجربيها. يلا بقى نخش على الوصفه ونقول نستخدمها ازاي. يبقى دي هنسيبها لحد ما تنشف، وبعد كده نيجي نحط عليها الوصفه. مش هنغسلها خالص يا جماعه، ممنوع تغسلها. ليه؟ انت حاطه اصلا خل وماء ورد. فكره الماء الورد والخل الاتنين كمقشرين روعه. ومش بس كده، لا، لو انت هتعملها في وجهك هيشدولك التجاعيد شويه وهيمنعولك الترهلات. يلا بقى نخش على الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا احنا قلنا ايه؟ هتبقى نشا ومعجون اسنان، وهنضيف عليها حاجه بسيطه بس هقول لكم عليها، عشان كده الفيديو مهم، كل تفصيله فيه مهمه جدا. هنعمل ايه؟ هناخد معلقه من النشا، معلقه كبيره، انا بديكم بس مثال، هنستخدم معلقه اهو
هنضيف عليها ايه؟ هنضيف عليها معجون الاسنان، اي نوع معجون اسنان. طب ده دلوقتي ايه بيقولوا معجون الاسنان بيسود البشره وبيبوظها وكده؟ لا خالص، مين اللي قالك كده؟ فكره معجون الاسنان لو استخدمتيه لوحده، لو استخدمتيه لوحده وحش. ايوه وحش، ممكن يبوظ لك وشك لو عندك حساسيه او غيره، فلازم معجون الاسنان يستخدم مع حاجه. الحاجه ديت تكون بقى ايه؟ نشا، تكون اي وصفه تانية ممكن انت جربتيها. طب لو انت عندك حساسيه من الحاجات دي، ما تجربيش الوصفه دي، خش على القناه هتلاقي وصفات تانية ان شاء الله تعجبك وقايله لك البديل بتاعها. طيب هنضيف ايه؟ كل الاتنين مع بعض مش هينفعوا يختلطوا. هنضيف الخل، المره دي هنضيف برضو حاجه من حاجه من التونر، هو الخل. الخل يا جماعه بجد بجد من الحاجات الكويسه جدا جدا في شد الترهلات وازاله الجلد الميت، فبالتالي في اي حاجه انت بتحطي فيها التلج، يعني في ناس بتغسل نفسها بالتلج، يعني يعني لو بتاخد شاور ودش كده بيستحموا بالتلج بالخل. انا اسفه، ليه؟ لان الخل كويس جدا جدا ومفيد جدا جدا. هنبدا نقلب بقى الخليط ده. لو الميه يعني ميه الخل هنا بدات يعني بقت كتير، فانا هضيف شويه تاني نشا عشان انا عايزه اعمله كخليط اهو. لو لسه معاكي ميه برضو ممكن تضيفي عادي نشا، ليه؟ لان احنا عايزينه كدهان ككريم. لو سبتيه شويه هي هي هيمسك في بعضه وهيطلع كريم معاكي. اهو ده هيمسك دلوقتي وهيتقل يا جماعه، ما تقلقيش يعني. بس الكميه المعتاده ايه؟ مع تحطي نشا كميه معينه؟ لا عادي يعني، انا شفتي في قلت لك لسه ده هيتقل، فده لسه هيتقل، المكونات دي هتتجانس مع بعضها. لا فبالتالي هي دي الوصفه. طيب انا دلوقتي استخدمهم ازاي؟ اول حاجه في كذا طريقه. اول طريقه ممكن تغسلي بالتونر ثم تحطيها ثم تغسلي تاني بالتونر، او ما استخدمش التونر في الاول، احط الوصفه عليها على بشرتي مثلا الوجه، مناطق حساسه، اي منطقه عندك، وتسيبيها تنشف ليها مده معينه زمنيه. لا ملهاش ربع ساعه، لا خالص، سيبيها لحد ما تنشف. هي اصلا دلوقتي هتمسك في بعضها وتتجانس، تمام؟ اول ما تنشف خالص هتفركيها بايدك، لو عايزه تفركيها تفركيها وتوقعيها كده، او تجيبي التونر وتغسلي بيه اهو كده، التونر وتغسلي بيه بس، تمام؟ اهو ده التونر اهو، انا خدته تقريبا بس بقى حاجه بسيطه، بس لان ايه القطنه او المنديل اهو مليان تونر. يبقى اول حاجه تطبقي الوصفه وتسيبها لحد ما تنشف ثم تغسلي بالتونر. طيب نكررها قد ايه؟ نكررها مرتين او ثلاثه في الاسبوع، مفيش منها اي مشكله، في اي منطقه، في اي منطقه كويسه. يبقى كده خلصنا الوصفه وخلصنا لك كل المعلومات اللي انت ممكن تساليني فيها. طيب نقولها تاني بسرعه وببساطه عشان الناس اللي ما كانتش معانا. اول حاجه قبل ما تعملي اي حاجه لازم تونر. تونر ليه؟ فكرته عشان اغسل بيه الوصفه. الوصفه ما ينفعش تتغسل بميه، تمام؟ ويا ريت بقى تكوني مستخدمه اصلا في المناطق ديت صابون طبي، حاجات للنظافة الشخصية يعني. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ماء ورد، هنضيف معلقتين، معلقتين هنا، ونضيف عليها قطرات من الخل، يعني تقريبا نقط صغيرة كده، نقطتين تلاتة، ونقلبهم ونسيبهم. هل دي احتفظ بيها في التلاجة التونر؟ ايوه بينفع. طيب نعمل بقى الوصفة بتاعتنا، بتتكون من نشا، وهتضيفي مع نشا كمية اللي انت عايزاه كلها، ثم معجون اسنان، ثم الخل. هنرجع تاني للخل ناخده معانا في الوصف. ثم بصي كل المكونات دي اهي، بصي بدأت تتقل، هتتقل معاكي تطبقيها لحد ما تنشف ثم ترجعي تغسليها بالطولة. كده الوصفة خلصت وقلتها في سريعة اهو. يا ريت بقى لو انتوا استفدتوا ما تنسوش تدعموني، واهم حاجة تفعلوا ايه؟ زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جدا ليكم.